ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في كل مكان، وحشتونا جدا وكل عام وأنتم طيبين. امبارح كان أول رجب، كل عام وأنتم طيبين يا رب، ربنا يجعلها أيام مباركة عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية، ويبلغنا جميعا رمضان على خير يا رب بإذن الله. وفي برضو النهاردة عيد الحب، كل عام وأنتم طيبين وفي سعادة وفي حب دايما يا رب كده بإذن الله. النهاردة معانا في الفقرة التانية الجميلة إنجي حسن، خبيرة التجميل والميك اب ارتست. اهلا بيكي معانا يا إنجي. اهلا بيكي يا نشوى، نورتينا النهاردة في الاستوديو. ربنا يخليك. كل عام وانت طيبة. النهاردة بقى عيد الحب يا رب كده، كلنا ان شاء الله عايزين نقدم حاجة حلوة بقى كده لست البيت في البيت. بمناسبه بقى عيد الحب، على فكره انا حاطه قلبه، هو بس قلبه ابيض يعني. كل عام وانت لا هو كل حلو. فعلا كل الشباب والبنات دلوقتي بيحتفلوا بالفالنتاين. تمام. وعايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه حبيبتي. و ماشي، هتقدمي لنا ايه بقى النهارده؟ انت قلتي احنا قلنا مثلا ممكن نقدم حاجه كده خفيفه عايزة للبنات سواء بالنسبه للميك اب، في ميك اب اللي هو اللي بيبقى خروج للجامعه، البنات اللي هم بيخرجوا خروج مثلا الصبح، ده بيبقى فيه ميك اب بيبقى ناتشرال خفيف شويه. تمام. بيبقى الفونديشن بيبقى تغطيه خفيفه جدا. و يعني حاجه سريعه، اي بيبقى حاجه سيمبل ممكن تعملها في البيت قبل ما تنزل. مش محتاجه ممكن في البيت مكان او او بيوتي او. تمام. تمام. اوكي مع ماشي. الموديل قدميها بقى الموديل اسمها معانا الموديل حنين. حنين. تمام. حنين. نورتينا. نحط لها ميك اب خفيف خالص النهارده. وهي اصلا وشها كمان سيمبل. تمام. اوكي. هو قبل اي حاجه بقى، يعني قبل ما انا استعمل ميك اب او احط اي حاجه، انا محتاجه اعمل ايه في بشرتي؟ يعني ان انا مثلا اجهزها، اعملها سكراب، اعملها اي حاجه يعني؟ بيبقى في تجهيز للبشره طبعا قبليها. تمام. بيبقى طبعا اول حاجه لازم يبقى في غسول لنوع البشره، في بشره مختلطه وفي بشره عاديه وفي بشره جافه. تمام. يعني كل وفي بشره دهنيه، كل بشره ليها الحاجه الخاصه بيها يعني. طبعا. تمام. البشره الدهنيه بيبقى مشكلتها ان هو بيبقى فيها زي حبوب وبثور كتير، فدي تمام. بتبقى ليها طبعا الفونديشن اللي احنا بنختاره بيبقى فري اويل. اوكي. تمام. ده بيساعد على ان هو ممكن يخفي العيوب دي او الحبوب الصغيره دي. طبعا لازم نختار الفونديشن بتاع البشره الدهنيه ما يبقاش فيه نسبه زيوت كتير. انا ملاحظه انت حركه ان هي لازم طبعا في الفونديشن بيبقى الطبطبه. لا المسح هتلاقي الدنيا باظت يعني، باظت خالص. لكن الطبطبه يعني هو احنا بنثبت الفونديشن طبعا بندخله في المسام. تمام. اوكي. تمام. بالنسبه بقى للبشره الجافه دي بقى بتبقى المسام بتاعتها صغيره جدا، فبنحتاج ان احنا ناخد فونديشن بيبقى نسبه الاويل فيه زياده شويه. زياده. وبالنسبه بقى للبشره المختلطه بتميل اكتر للبشره الدهنيه، فبنستعملها نفس يعتبر اللي بنستعمله للبشره الدهنيه. تمام. بالنسبه بقى لان احنا نحافظ ازاي على البشره، طبعا اهم حاجه ان احنا بنغسل وشنا بعد اي ميك اب بنحطه. يعني انا خلاص بغسول الغسول اللي هو مناسب للبشره، في غسول مناسب للبشره. تمام. البشره الدهنيه مثلا الغسول بتاعها غير المناسب للبشره المختلطه او البشره الدهنيه. المهم ان انا اختار اللي يناسب بشرتي، دي اهم حاجه يعني. طبعا بعد ما بنغسل وشنا لازم قبل ما ننام، ما ينفعش ان احنا حد ينام بالميك اب اصلا، ده طبعا كارثه للبشره يعني. طبعا اكيد. انت كده بقى عملتي حطيتي لها انا كده حطيت لها الفونديشن تغطيه خفيفه اللي هو تمام. بتاع المناسبات يعني لو مثلا نازله او الجامعه او حاجات خفيفه للبنات يعني. ده بقى الكونتور تحت العين، ده كونسيلر. كونسيلر. تحت وفوق. وبنحط منه برضو حته على عظمه الانف. تمام. الاماكن اللي احنا عايزين بنظهرها بنحط لها الكونسيلر الفاتح. اوكي. والاماكن اللي عايزين ان احنا نخفيها مثلا لو في انف كبيره شويه او عريضه. تمام. لو في انف عريضه شويه
بنستعملها اللي هو الكونتور الغامق. الغامق يعني على حسب برضو الملامح او لون البشره، انا برضو لازم يعني بحط اولا الحاجات دي بطريقه معينه. عايزه برضو اقول لك درجات معينه يعني. طبعا اكيد كل بشره وليها درجه يعني. مثلا طب هو انا عشان اختار مثلا مناسب لبشرتي يعني، طبعا في بشره فاتحه، في بشره يعني قمحويه شويه، في بشره غامقه، فضروري ان انا اختار المناسب للبشره بتاعتي يعني. يعني مثلا ما ينفعش مثلا البشره الغامقه اختار لها حاجات فواتح قوي يعني، تبقى فاتحه قوي البشره يعني. مثلا انا دلوقتي عايزه اشتري فونديشن، بشتريه على اساس ايه بقى؟ اول حاجه بنشوف الدرجه هنا. تمام. يعني احنا بنجيب الفونديشن بنحطه هنا، لقيناه ماشي مع درجه مع الرقبه، يبقى هو ده درجه الفونديشن بتاعتك. طب كويس. لقيناه اغمق او افتح يبقى يعني. اغمق او افتح يبقى مش بت أوه. مش هي دي، وهتلاقيها غيرت. تمام. وبتقلب على لون رمادي ما بين الوجه ولون الرقبه يعني، على اساس ان هم يبقوا متناسقين مع بعض. اكيد طبعا. وتلاقيها البشره بتقلب على لون رمادي كده، بيبقى منظر مش حلو خالص. واضح الفرق كبير. ميه الورد مهمه جدا. فعلا دي بتبقى قبل الميك اب على طول. بصي يعني هي عشان بتقفل المسام شويه او بتدي برضه هي بتقفل المسام طبعا بعد ما بعمل الروتين بتاع بشرتي. ثواني. ده بقى الكونتور الغامق. دلوقتي شوية. هي عندها مثلا خدود او احنا عايزين هو انا بحطه هنا يعني اساسا يظهر الخدود شويه، تقصدي كده الكونتور؟ لا مش يعني، ممكن اصغر بيه الخدود وممكن اكبر بيه زي ما انت عايزه يعني. انا دلوقتي عايزه اعمل لها خدود. تمام. فبقوم رافعه شويه. لكن لو انا مش عايزه اعمل خدود بقوم منزله لتحت، بانحت، بعمل نحت بيبقى في ناس خدودهم تبقى كبيره شويه. تمام. انتي اخبارك ايه مع العرايس يا انجي؟ تمام. طبعا شغلهم بيبقى حاجه تانية خالص غير الشغل طبعا بقى العادي او اللي هو المشاوير الخفيفه يعني. لا 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 خالص طبعا. اكيد شغل مختلف. تمام. بيبقى مختلف، بيبقى طبعا بيبقى فيه نسبه. تبقى مبسوطه بقى العروسه بعد ما بتعملي لها الميك اب وبتشوف كده نفسها في المرايه؟ اكيد طبعا. بصي انا بدات الموضوع اصلا بيحس ان هم حد تاني، ولا يعني بتحاولي ان انت تحافظي على ملامح الملامح الشكل يعني، ما تبقاش متغيره لدرجه انها تكون ما بتتعرفش ان هي يعني؟ لا 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 انا بخليها. بصي يعني انا بحط طبعا الميك اب يعني هي بتحسش ان هي نفسها يعني، بتستغرب انا مين. طبعا بيبقى في اختلاف اكيد. بس في نفس الوقت ما بيبقاش اوفر اصلا يعني. الميك اب اللي هو سيمبل يعني بيبقى لا. تحس ان هو مش هو خالص يعني، بتغير الملامح. لا 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 لا. تماما يعني. مش انا. طب كويس يعني ميك اب هادي وفي نفس الوقت ما بتعرفش نفسها برضه. مش مشكله، اهي اهي لينا بقى في العمر يعني، احنا عايزين نفرحهم يعني. بس روتين البشره بقى ده انا ما كملتش على روتين. تمام. البشره. روتين البشره طبعا في غسول اللي احنا خلاص اوكي، وطبعا في سكراب طبيعي. احنا في سكرابات طبيعيه دي لازم نستعملها برضو مره او مرتين في الاسبوع اقل حاجه. تمام. السكراب الطبيعي ده بالنسبه للبشره الدهنيه بنحط ليمون على يعني مثلا سكر، معلقه سكر على عصرة ليمون. تمام. ومعلقة عسل أبيض. وبنعمل بيها سكراب للبشرة. تمام. دي بتبقى بصراحة حلوة جدا البشرة الدهنية. تمام. أوكي. أما البشرة المختلطة طبعا البشرة الجافة ما ينفعش نحط لها ليمون. ليمون لأن هينشف أكتر. هينشف أكتر. أما زيت زيتون ممكن نحط زيت زيتون. زيت زيتون مع السكر برضو بيعمل وممكن نسبة سكراب حلو اللي هو التونر بتاع الماء الورد برضو. ماء ورد. اوكي. في بقى بالنسبة للبنات اللي هم بيروحوا الجامعة وطبعا مش عايزين يستعملوا فونديشن عشان بيبقى يعني مرهق للبشرة طبعا وللمسام. الصور. طيب احنا الصور اهي على الهواء. ده شغلك صح؟ شغلي. ما شاء الله ايديكي جميله ما شاء الله. دي بقى يعني ده طبيعي يعني ما فيهوش ده طبيعي كله طبيعي. حاجات كده طبيعيه يعني اللي هي برضو المشاوير اللي هي ما فيهاش مش مناسبات او كده يعني. لا
بصي انا طب الفونديشن تمام لاي بنت مثلا ما عندهاش براش. طبعا شغلك انت بقى ما شاء الله يعني هو كله ايديكي اه جميله ما شاء الله. بصي احنا بنحط درجات اللي هي الترابي طبعا بالنسبه للميك اب ما ينفعش نحط الوان عامه. الميك اب اللي هو مثلا بتاع الصبح بيبقى درجه واحده ما ينفعش نحط درجتين يعني فوق العين. تقصدي فوق العين يعني بيبقى درجه واحده والالوان الترابيه بتبقى مستحبه اكتر للصبح. الايه الالوان الترابيه؟ الالوان الترابيه اللي هي زي البيج والبنيات والرمادي. هي فعلا بتدي ضي لذيذ قوي. في بقى بقول لي للبنات اللي هم اللي بيروحوا الجامعه في البي بي سي البي بي وفي سي سي كل واحد وليه يعني. بالنسبه للبي بي اللي هو البيوتي بال ده بيبقى فيه الاس بي اف اللي هو معامل الحمايه من الشمس. طيب تمام دي حاجه مهمه جدا برضو ان هي لان طبعا البشره بتتاثر جدا بشمس الصبح دي يعني بتتصبغ تماما يعني. معامل حمايه من الشمس وفي نسبه فونديشن بس طبعا اقل من يعني ما بتبقاش بنفس التغطيه بتبقى تغطيه خفيفه جدا بس بتبقى في حمايه من الشمس الصبح يعني وبيبقى فيه برضو نسبه مرطب. طيب تمام ده بالنسبه للبيبي. طب بالنسبه للعين يا انجي يعني انا مثلا كل برضو عين برضو ليها الرسمه الخاصه بتاعتها يعني لو انا مثلا برضو حبيت ان انا العين الضيقه ممكن تتوسع شويه بالميك اب او العكس ده برضو العين الواسعه بيبقى فيه اللي هو الكحل التهني في بالنسبه للكحل ابيض بنحطه جوه العين بيدي وسع حلو قوي للعين. ده للواسعه ولا للعين الضيقه؟ الضيقه تمام بيوسع شويه يعني بيوسع. بالنسبه للعين الواسعه بنحط لها ممكن كحل جوه العين وبنغمق برده فوق الجفن بيدي برده تصغير شويه بيظبطها شويه يعني. طب ايه بقى يعني اللي يظهر يعني هو تقريبا كده الميك اب كله اوكي تمام وحلو بس ايه اللي يظهر بقى جمال العين في الوش يعني؟ اللي يظهر جمال العين اللون ولا الرسمه ولا ايه يعني؟ لا الرسمه طبعا الرسمه والرموش بس لازم يبقى يعني ما ينفعش ان احنا نحط اي لاينر واحنا مستعجلين طبعاً. اولا هنلاقي الدنيا باظت خالص على الاخر نستعمل الحواجب قلم بيبقى طبعا خفيف خالص طبعا لون الحواجب بيبقى لازم برضه يكون مناسب يعني للبشره يعني لان في طبعا في كده بيحطوا ساعات الوان بتبقى غامقه قوي لدرجه ان هي بتبقى مبوظه برضو الشكل يعني. اهم حاجه بصي يعني الرسمه بقى ظبط الرسمه وان احنا من قدام هنا كده ما ينفعش. انا بشوف مناظر بصراحه يعني بيجوا بقلم كده يعملوا حاجات ثقيله بيبوظ شكل لا لازم في الاول كده بيبقى خفيفه صح طبعا الحاجب كل ما يبقى اخف بيبقى افضل يعني. بتدي كورسات يا انجي ولا لسه الموضوع ده بالنسبه لك يعني لسه خطوه؟ لا بقى لسه ما فكرش بصراحه في موضوع الكورسات ان شاء الله الخطوه الجايه خلاص باذن الله ربنا يوفقك باذن الله ان شاء الله هتبقى حاجه حلوه برضو يعني لو فتحتي الموضوع ده يبقى برضو حاجه حلوه ليكي ان شاء الله يعني ربنا يوفقك ليه. طيب انت قلتي كنت بتقولي ان هو لازم طبعا يعني اول ما اروح لازم طبعا انضف بشرتي تماما من الميك اب يعني ان انا حتى لازم ما ينفعش ان برضو الواحده تنام بيه خطر طبعا جدا لا يعني. خطر جدا ولازم لازم اغسل وشي كويس باي غسول وطبعا لازم احط اللي هو التونر اللي هو المالورت دي نقطه مهمه جدا والمهم وترطيب لازم ترطيب هي ممكن تعمل ده يعني مثلا نعمل ده مش شرط نكون مثلا كنا في مشوار وراجعين او في ميك اب حتى لو انا في البيت حبيت لازم اعمل ده مثلا مهم ان انا اعمله قبل النوم ولا مش شرط يعني اللي هو ايه ان انا اعمل غسول برضو للوش وترطيب وكده؟ بصي هو الغسول ده اساسي في اي وقت بتكلم على قبل النوم يعني على اساس ان انا
البشره مثلا تعرف تتنفس، ما طبعا، ما هو يدي بقى نضاره الصبح او كده او اكيد، ما انا بكلم ان هو قبل النوم ده اساسي، تمام. ولما ارجع طبعا من خروجه لازم وحاطه ميك اب ده برضو اساسي، يعني المفروض اصلا الغسول ده بيبقى 3 مرات في اليوم، يعني 3 مرات في اليوم، 3 مرات، مره قبل ما انام ده اساسي، وطبعا الصبح وبعد الميك اب طبعا بعد قبل اي خروجه اكيد، بس واول ما بتصحي. لا اصل في عادي، في كتير بنات عادي اغسل وشك وخلاص يعني، ما هي دي مشكله بقى، ده اللي بيعمل حبوب خصوصا طبعا وبشور الصابون كتير. اللي هو العادي ده طبعا ده كارثه للبشره، ده يعني بيبوظ البشره تماما يعني. اكيد فمهم طبعا. برضو ان احنا نشوف حاجه مناسبه ان هي يعني ما تبقاش خطر على بشرتنا يعني. هو البشره عايزه اهتمام زياده وعايزه شرب طبعا ميه كتير، كل ما بنشرب ميه كتير هتلاقي بشرتك بقت نضره اكتر، طبعا اكيد وطبعا طبعا مهمه خضار، جدا. وده طبعا محدش بيعمله اصلا، الايه الخضار اي حاجه خضراء تقصدي يعني عشان ماسك على البشره، الوش ولا تقصدي كتغذيه ولا على الوش يعني تبقى لا عشان مسكر؟ البشره، كل ما تاكلي خضار كل ما تشربي طبعا ميه كل ما بشرتك بتبقى الميه دي يعني طبعا ما فيهاش مهمه جدا. حبوب. طبعا اكيد. طبعا ده ميك اب بتاع يعني حاجه بقى اللي هي بتاع الجامعه، الحاجات اللي هو الخفيفه، يعني خروج خفيف يعني هو اسمه مش ميك اب، محتاج نو ميك اب، يعني بيبقى النو يعني اللي هو كأنها مش حاطه وفي نفس الوقت هي حاطه. ملامحها ظاهره. بس كده يبقى احنا خلصنا اللوك البشره المختلطه بقى يا انجي، اللي هي طبعا البشره المختلطه يعني هي بتبقى عاديه مثلا بس فيها جزء اجزاء من البشره من البشرة الوجه المختلطة. بيبقى دهني، انا عايزة مثلا اعمل فدي حلها ايه يعني؟ اللي عايزه يهتم ببشرته، اللي عايز يعمل لها حاجه، لان طبعا هو بيبقى محتار يعني، خلاص الدهنيه معروفه، الجافه معروفه، لكن المختلطه بقى. انا بالنسبة لو انا عايزة اعمل اختبار مثلا لنفسي اعرف بشرتي دهنية او مختلطة او حلو. جافة، تمام. انت اول ما بتصحي من النوم بتجيبي منديل تحطيه على بشرتك، لقيتي ان في اويل او في زيوت في وشك كله تعرفي ان بشرتك دهنية. دي اول ما اصحى من النوم اول ما ده تصحي بقى من بعرف من النوم هنا يعني. تمام البشرة اوكي. بيبقى بتخرج كل الافرازات، لو في يعني ان هي دهنية او لو هي جافة ما بيبقاش فيه اي حاجة، بتحطي المنديل ما بيبقاش فيه اي اويل خالص. بالنسبه للمختلطه بيبقى في منطقه الجبهه ومنطقه والانف الانف، هنا حواليها دي بقى. تعرفي ان انت كده ايه بشرتك مختلطه. دي بيبقى حلها ايه طيب؟ يعني مثلا يعني ايه المناسب ليها يعني؟ انا اتصرف يعني، انضفها ازاي، اهتم بيها ازاي؟ في حاجات للبشره اني اللي هي المختلطه يعني، للمختلطه، بصي هي المختلطه طبعا زي ما ايه قلت لك مثلا ايه الماسكات المناسبه ليها، حتى لو حاجات طبيعيه في البيت ممكن اي بنت او اي ست تستعملها في البيت يعني. بصي هي في ماسك اللي هو البن، تمام، بنحط القهوه حلوه جدا، بنحط ده عليها بعد ما بتتشرب يعني، اللي هو البن اللي لا بيفضل لا فيها لا ولا البن الناشف؟ البن الناشف العادي تمام. خالص، بتحطي معلقه وعلى مثلا شوفي ايه بقى انت مثلا حابه تحطي عسل بتبقى حلوه جدا، ممكن نص ليمونه لو انت مثلا زي ما قلنا بشرتك دهنيه خلاص او مختلطه، دهنيه او مختلطه، بتحطي شويه ليمون وعلى معلقه من البن وعليها، عايزه بقى تحطي عسل موارد اوكي هو مفيش فعلا اي مشكله، ماسك القهوه ده حلو بس جدا يعني. بتخليها زي هي يعني نوع كريمي، بتخليها كريمي شويه وبتحطيها على البشره، بتعملي زي سكراب شويه بتدعكي بيها يعني انا بعمل بشرتك، بيه واشيله على طول ولا لازم لا بيقعد مده معينه؟ بتعملي الاول سكراب بيها وتسيبيها ربع ساعه وبعد كده تغسلي وشك، طيب تمام ده اوكي. ماسك حلو جدا ومغذي احسن من الحاجات اللي هي اللي مش طبيعية، الحاجات الطبيعية بجد فعلا بتبقى أحسن للبشرة كتير. تمام اوكي. بس ما شاء الله يا حنين وشها جميل على فكرة، ده هو برضو في نور حاجة اكتر ذكاء وفي او نضارة انا يعني، بيبقى بالنسبة الميك اب في حلو قوي. هايلايتر بس انا ما حطيتش لان الهايلايتر ده بيبقى عايز يعني خروج بالليل بالليل شوية. بقى. لا ده كله حلو قوي، جميل ورقيق ومناسب وينفع فعلا لأي مشوار الصبح يعني، ما فيهوش حاجة خالص، ما ومفيش فيهوش بعدين خالص، خدش لا وقت كمان يعني. لا 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 بجد خالص. تسلم ايديك. طيب احنا دلوقتي طبعا معانا، طيب احنا كان في معانا النهارده تهنئه
نحب ان احنا برضو نهني معانا العروسين، نحب ان احنا نهنيهم ونبارك لهم على الزفاف. ألف ألف مبروك مجيد فارس لزفافه وعروسته الجميلة منة عبد الوهاب. ربنا يا رب كده يتم لكم على خير ويجمع بينكم في الخير والسعادة يا رب، وكل عام وانتم طيبين النهاردة بمناسبة عيد الحب، وألف ألف مبروك. معانا تهنئة تانية برضو لزميلتنا الإعلامية الجميلة ندى بسيوني لخطوبتها على المهندس عمرو لطفي، برضو بتبارك لهم على الخطوبة وألف ألف مبروك. ربنا يا رب يجمع بينكم في الخير يا رب وفي السعادة، ويا رب كده بإذن الله عقبال الزفاف إن شاء الله، وكل عام وأنتم طيبين. شرفتينا النهاردة يا إنجي، بجد نورتينا شرفتيني وبجد أكتر إيديكي جميلة جدا، وبنتمنى لك التوفيق، بنتمنى لك يا رب التوفيق، وبنتمنى لك كده التوفيق يا رب في إن شاء الله. حياتك إن شاء الله، وفي إن شاء الله. في اللي جاي، وربنا دايما يوفقك دايما يا رب إن شاء الله. في ميرسي اي قوي. حاجه حابه ان انت تقوليها النهارده او توجهيها لحد او اي حاجه؟ طبعا اكيد في نصيحه طبعا لكل بنت، ان هي تهتم ببشرتها، تشرب ميه كتير، طبعا اهم حاجه تغسل وشها قبل النوم طبعا. بس اكيد طبعا احنا زي ما بنت ودي اهم حاجه، احنا دايما بنهتم طبعا. الجمال مهم في كل حاجه طبعا، جمال الروح وجمال أكيد القلب، برضو جمال الشكل اكيد مطلوب طبعا. او مهم ان احنا نهتم بيه، مش شرط ان احنا نستعمل الحاجات الاوفر قوي او نغير في ملامحنا على اساس ان احنا نبقى البنت تبان وكل ما جميله. البنت تبقى كل بسيطه بنت جميله، طبعا لكن هي بس بتحاول تظهر بس بعض اكيد الرتوش طبعا. البسيطه هي الجمال في البساطه بصراحه. اكيد طبعا طبعا. شرفتينا النهارده وبنتمنى لك كل خير ويا رب. ميرسي قوي. طيب اعزائي المشاهدين، طيب احنا طبعا بنشكر حنين النهارده، هم عمالين يقولوا اشكري اشكري حنين طبعا لوجودها معانا النهارده. نورتينا حبيبتي النهارده وشرفتينا، وان شاء الله كده يا رب بالتوفيق يا رب باذن الله. ما شاء الله يعني اخترتي بقى بصراحه موديل ملامحها جميله ورقيقه وبسيطه و شبه كل البنات الجميله يعني، بالتوفيق يا رب باذن الله. مرسي. نورتينا. مرسي. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه فقرتنا، بنتمنى لكم ان شاء الله كل السعاده والحب يا رب باذن الله، ونتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وتابعونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.